سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد انا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديال الكثير من السيدات. شكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناه، شكرا على المشاهده ديالكم لجميع الفيديوهات وكذلك التعاليق الطيبه اللي كنتوصل بها كل يوم. كتفرحوني اكيد باللايكات ديالكم، بالمشاهده للفيديو وكذلك بالتعاليق ديالكم. ونتمنى من كل سيده تجرب الوصفات ديالي وينالوا يعني الاعجاب ديالها وكذلك يحصل معهم الحمل، علاش لا؟ يا رب ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب وتفرحنا جميع. بطبيعة الحال هذا الفيديو غادي تنتظروا كل سيدة مازال محرومة من الدرية، مازال يعني كتجرب الوصفات وما كيجيبوش معها نتائج مرضية. هذا الفيديو هذا غادي تعرفي واحدة الطريقة ان شاء الله لتكبير حجم البويضات، تنشيط المبايض اللي كتكون يعني كاين بعض السيدات كتكون عندهم الإباضة ولكن واحد الإباضة ضعيفة، إباضة فاشلة، يعني كيكون فيها واحد الفشل واحد التعب. فهاد الوصفة هذه وهذه الطريقة هذه غادي تنشط لك هاد البويضات اللي كتكون يعني بطبيعة الحال كتكون بويضات صغيرة الحجم ما كتكبرش، وبالتالي لا يحصل معها الحمل. اذا بقاي معايا في الفيديو حتى الاخير، وبطبيعه الحال الا عجبك المحتوى ديالو وصليه ليا الاكبر عدد من اللايكات لان فعلا فيديو مهم ان شاء الله. بالنسبة للأعراض اللي كترافق مع التبويض وهي تغيرات تحدث في مخاط عنق الرحم وفي درجة حرارة الجسم وأيضا ألم التبويض الذي قد تعاني منه بعض السيدات، إلا جاتك هذه الأعراض هذه فعرفي أن عندك الإباضة كتحصل، وما تقلقيش من مسألة تأخر الإنجاب، ممكن يكون السبب هنا عند الزوج ديالك وخاصو يتعالج وياخذ الأدوية المناسبة. كيف ما كنعرفوا بأن البويضة غير المخصبة تعيش من 12 إلى 24 ساعة بعد خروجها من المبيض. بطبيعة الحال أن عملية التبويض تتأثر بالتوتر، التوتر والضغط النفسي أمران يعني مقلقان، وبطبيعة الحال مسألة تأخر الإنجاب فهي في حد ذاتها أمر كيسبب الإزعاج للكثير من السيدات. ولكن عليكم ديما بالصبر، عليكم ديما كذلك بالثقة بأن الحلم ديالكم غادي يتحقق في واحد الوقت، فحاولوا أنكم تجاوزوا هذه المرحلة هذه اللي كتكون السيدة فيها ضعيفة، كذلك النفسية ديالها كتكون متوترة. حاولي أنك تعيشي الحياة ديالك كيف ما هي، ما تقلقيش من مسألة تأخر الإنجاب، فأكيد أنه غادي يحصل واحد الوقت إن شاء الله. كاين بعض السيدات كيحصل عندهم عدم انتاج للبويضات، يعني المبيض ديالهم ما كينتجش واحد البويضات بالعدد الكافي او الحجم المناسب او الجوده اللازمه، مما يؤدي الى عدم حدوث الحمل. بطبيعه الحال ان بعض السيدات كيجيهم ضعف التبويض مما يتسبب في تقليل فرص الحمل. هذا الامر هذا مقلق لدى الكثير من السيدات. ممكن السيدات يمشيوا للطبيب ديالهم لتنشيط التبويض باش يعطيهم محفزات للمبايض على انتاج البويضات وبالتالي مضاعفة فرص حدوث الحمل. بطبيعة الحال ان المنشطات ديال التبويض كتعطى لسيدات معينات، يعني السيدات اللي كيتجاوز العمر ديالهم 34 سنة فما فوق او 35 فما فوق، باش هكا يعني كيضمن الطبيب فرص اعلى لحدوث الحمل. السيدات اللي مازال صغارات في السن ما يحاولوش ياخذوا هاد الادوية من تلقاء نفسهم بطبيعة الحال لان فيها اضرار جانبية كبيرة وكبيرة بزاف. يعني الاعراض اللي كتكون مصاحبه لضعف التبويض، يعني كيف ما كنعرفوا بان الخلل في الهرمونات كيسبب ضعف التبويض، كيسبب كذلك الاحساس بهبات ساخنه، ضيق في التنفس، التعرق المستمر في الليل، الاكتئاب، العصبيه، تقلب المزاج دون اي سبب، انعدام الرغبه، وكذلك احمرار في الوجه، عدم انتظام مواعيد الدوره الشهريه، جفاف المهبل، والم اثناء العلاقه. كل هذه الامور هذه كتدل على ان السيده عندها واحد الضعف شديد في التبويض، وضروري خاصك تزوري الطبيب ديالك باش يعطيك العلاج المناسب، او ممكن انك تجربي الطرق الطبيعيه اللي غادي نذكرها في هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش تنشطي الاباضه ديالك بشكل طبيعي.
أفضل طرق طبيعية اللي ممكن أنك تجربها باش تحصلي على بويضة ناضجة باش كذلك تنشطي المبايض ديالك بشكل سريع، وهي الأطعمة الصحية، يعني تناول الطعام الصحي من خضروات ورقية مثل الصبانغ، الخس، الفواكه مثل المشمش، تناول المكسرات الطازجة بكميات مناسبة، وكذلك التقليل من تناول اللحوم الحمراء، بطبيعة الحال كتكون غنية بالدهون، المأكولات البحرية خصوصا سمك السلمون، الألبان، المكسرات، الدهون الصحية اللي كتحتوي على الأوميغا 3. هاد الأمور هذه يعني ممكن تساعدك على إنتاج بويضات ذات جودة عالية، وكذلك الأطعمة اللي كتكون فيها البيدوز، الفيتامين بيدوز والدي والحديد. يجب بقدر الإمكان الابتعاد عن الوجبات السريعة والمقليات والحلويات لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون والزيوت، عدم الإكثار من تناول الملح أو السكر، تقليل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي، القهوة، الابتعاد عن التدخين حيث تحتوي السجائر على مادة النيكوتين التي تؤدي إلى تدمير البويضات وزيادة عمر الرحم، حيث تبلغ السيدة 35 من العمر مثلا بينما عمر رحمها 40، مما يقلل نسبة الخصوبة وأيضا يضعف التبويض. بطبيعة الحال ضروري السيدات يتبعوا هذه الأنظمة هذه الصحية، يبتعدوا على جميع الممنوعات اللي ذكرتها في هذا الفيديو باش يبقى الرحم ديالهم يعني في سن صغير جدا، يبقى قابل أنه يعني والمبيض ديالك يبقى بجودة عالية وينتج بويضات بجودة عالية إن شاء الله ويحصل معهم الحمل. داكشي باش كتشوفي سيدات في عمر متأخر ومع ذلك يحمل، وسيدات صغيرة في السن ومع ذلك الحمل عندهم متأخر أو كيلقاو صعوبة في الإنجاب. بطبيعة الحال أن السيدات اللي في سن متأخر وحصل معاهم الحمل غادي ترجعي تشوفي الأكل ديالهم غيكون أكل طبيعي بيو، ما فيهش مواد مصنعة، الأكل ديالهم يعني طبيعي أكثر، بينما السيدات اللي كياكلوا وجبات سريعة أو كيعتمدوا على نظام غذائي غير صحي مليء بالدهون السكريات الحلويات، هاد السيدات هذه البويضه ديالهم غتكون بجوده رديئه وبالتالي ما غاديش تلقح وما غيحصلش معاها الحمل. اذا حاولي انك لا لقيتي راسك كتاكلي اكل غير صحي، من هذا الفيديو هذا تبداي تغيري النظام ديالك، تبداي تتجهي لانظمه صحيه اكثر، تغذيه تكون طبيعيه. بطبيعه الحال السيدات اللي في البوادي كيحملوا بسرعه اكثر وكينجبوا عده اطفال نتيجه ان النظام ديالهم صحي اكثر، عكس السيدات اللي في المدن كيتناولوا اكل غير صحي بكثره. بطبيعه الحال يعني كياكلوا اطعمه جاهزه ما كتكونش صنع المنزل. اذا حاولي انك تتبعي معايا كذلك هذا الجزء من الفيديو، لان فعلا غنعطيك وصفتين غادي ينشطوا لك المبايض ديالك بشكل طبيعي ان شاء الله. بالنسبه لمكونات الوصفه الاولى، الوصفه الرائعه جدا ان شاء الله، المكونات ديالها بسيطه، وهي 3 حبات من التمر، ملعقه صغيره من حب الرشاد، ملعقه كبيره من زيت الزيتون. غادي نزعوا النواه من داخل حبات التمر، ثم غادي تقومي بالوضع ديالها في اناء على النار، نار هادئة بطبيعة الحال. غادي تضيفي القليل من الماء إلى حبات التمر وغادي تقلبيه جيدا إلى أن تذوب حبات التمر. غادي توضعي حب الرشاد فوق حبات التمر والماء وكذلك ملعقة زيت الزيتون. غادي تستمري في تحريك الخليط لمدة 5 دقائق، بعد أن يبرد غادي تقومي بتناوله على الريق، حيث يفضل تناول هذه الوصفة هذه في الأيام الأولى من الدورة الشهرية. بالنسبة لمزايا الوصفة، تنشيط المبايض، تسهيل نزول الدورة الدموية أو يعني تنشيط الدورة، بطبيعة الحال تنظيف الرحم من الدم المتراكم، وكذلك تعمل على توازن الهرمونات وبالتالي انتظام أيام التبويض. بالنسبة للوصفة الثانية، غادي توضعي كوب من الماء في وعاء على النار، بعد أن يبدأ الماء في الغليان غادي تقومي بوضع ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون، غادي تضيفي ملعقة ونصف من الحلبة، غادي تضيفي كذلك ملعقة من حبة البركة، غادي تتركي الخليط على النار إلى أن تتجانس كل المكونات، بعد أن يبدأ الخليط في أن يبرد غادي تنزل الشوائب في الكوب وغادي يبقى المشروب صافي في الأعلى،
باستخدام المصفاة قومي بتصفيته لكي تتمكني من تناوله. استخدمي هذه الوصفة يوميا لكي يتم تنشيط المبايض. يعني عطيتك وصفتين قويتين إن شاء الله للحصول على بويضات جيدة، بويضات بحجم مناسب وبعدد كثير إن شاء الله باش يحصل معها الحمل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.